الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكثر به ظهور الأكاثرة وكثر به آمام القياثرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء الوهود إلى غنة اللحود ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن أنس العشرة إلى وحدة الوحدة ومن المضجع الوثير إلى المفرع الوبيل فانظر هل وجدوا من الموت حسنا وعزا فاتخذوا من دونه حجابا وحرزا وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فسبحان من انفرد بالقهر واستأثر باستحقاق البقاء وأذل ضعاف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا في حقهم للقاء وجعل القبر فيما للأتقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة وله الانتقام بالنقم القاهرة وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة على محمد بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي من رزقهن عند موته لم تمسه النار هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الألباني إسناده صحيح وفي رواية أخرى زاد فيه قال ومن قال في مرضه يعني ذلك ثم مات لم يدخل النار وإسناده أيضا جيد الحديث عن أغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي مر بفهم عند موته لم تمسه النار فهذا الحديث ينبئ أن الإنسان إذا وفق إلى النطق بهؤلاء الكلمات عند حضور الموت وعند قضاء الأجل فإن هذه عصمة له من النار هذه أحد علامات حسن الخاتمة فعلى الإنسان أن يحفظ هذه الأذكار هذا الدعاء بالذات ليختم به حياته أو إذا شهد رجلا يحتضر وقد قارب الموت فيلقنه هؤلاء الكلمات طمعا في هذا الثواب العظيم والفضل الجزيل من رزقهن عند موته لم تمسه النار من وفق إليها عند موته لم تمسه النار فلم شك أن هذا العلم مما يحتاج إليه في أشد الأوقات صعوبة على الإنسان وهذه اللحظة لم شك أن لا يوجد إنسان على هذه الأرض ينكر أنه سوف يأتيه هذه اللحظة آجلا أو عاجلا
فإنك ميت وابن ميت وذو نسب في الهالكين عارفي، فكل منا كما مات آباؤه أجداده سوف يأتيه هذه اللحظة فليستعد لها بما ينجيه من الأهوال التي بعدها. وأول ذلك أن يحفظ هذه الكلمات ويحفظها من يحبهم ومن يلوذون به لعلهم ينجون بذلك. وجماع هذا الذكر أن يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه كما ذكرنا من التوفيق إلى النطق بهذه الكلمات عند الموت من علامات حسن الخاتمة. ويقول لنا الكلام في هذا الأمر إلى علامات أخرى أيضا مما يلتأنت ويستدل بها على حسن خاتمة الإنسان. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه العلامات في جملة من الأحاديث الصحيحة. أول أعظم هذه العلامات أن يوفق بالنطق لهذه الأذكار كما ذكرنا آنفا، من غلق ظل عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار. أيضا معلومة الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله فقيلا فقال ما لك يا أبا فلان، لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان، يعني هل زوجتك ضايقتك أو شيء من هذا فلعلك فقيل من أجل هذا. قال لا وأثنى على أبي بكر فإلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها ليله ونفق الله عنه كربته. قال فقال عمر إني لأعلم ما هي، قال وما هي؟ قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت هي والله هي. أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فهذه أعظم علامات حسن الخاتمة أن يوفق الإنسان للنطق بكلمة لا إله إلا الله وحيث تكون آخر كلامه. يعني ولا مختلفون هل يتمها يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأقرب لظاهر الأحاديث أن يقتصر على شهادة التوحيد فتكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فمن حمى ميتا يعني يحتضر أو إنسان يحتضر فعليه أن يلقنه إياها بنطق. فإذا حصل منه بعد يعني أن نطق بكلمة التوحيد كلام آخر فعليه أن يعني يوجهه إلى تكرارها حتى تكون آخر كلامه. أيضا من هذه العلامات الموت برشح الجبين، الموت برشح الجبين العرق، عرق جبين الإنسان عند الموت، هذه إحدى علامات حسن خاتمته. لحديث بريدة بن الحطيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت فإذا هو يعرق جبينه فقال الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. فهذه علامة موت المؤمن أيضا من علامات حسن الخاتمة أن يعرق جبينه ويرتح بالعرق. العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي ذلك أحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم للشهير عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذه كلها للشهير. ومن أجل ذلك وجدنا المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى في جميع الأعصار
يتسابقون الى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لان هذا يعني اكثر ما يضمن به الانسان القران بنبيه، ويؤمن انه سوف ينتقل فورا الى الجنان والى النعيم في خيار الرحمن تبارك وتعالى. فلذلك يعني هذا اعظم ما يفزع اعداء المسلمين، ان يعني ان تبتكر فيهم حاسه الجهاد وينادى فيهم بالجهاد المحدث في سبيل اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى. حتى اليهود في هذا الزمان وفي هذه الاوضاع التي نعيشها اليوم اخوف ما يخافون ان يعود النداء الديني او الجهاد الديني المقدس، فهذا هو الذي يرهبونه. اما على المنيين اما الفلسطينيين اما الذين يريدون ان يحرروا الارض يعني يقيموا الدوله العلمانيه وزمانين يعني مآرب للنواه، هؤلاء ما يقولون عندهم جناح رعوبه، لكن اخوف ما يخافه اليهود مع الضعف الذي عليه المسلمون الان هو أن يعود المسلمون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهم يعلمون أن ذلك كائن كما نعلم نحن أيضا تماما كما سبق أن بينا. فيعني بالنسبة لهذا الأمر فهذه أعظم الضمانات لمغفرة الذنوب، ونجد أعظم الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان يعني راية الجهاد حينما رفعت راية نقية من الشرائر في أفغانستان، فهرع آلاف الشباب من جميع أقطار الأرض ينبون ذلك النداء ويبذلون دماءهم، حتى كان بعض الإخوة يعني رحمهم الله كانوا إذا نزلوا في المطار في باكستان ينزقون جنازات السفر معانا في يعني إشهاد الله أنهم لا يريدون العودة من حيث أتى، وإنما يريدون أن يذهبوا إلى الجنة من خلال الجهاد السبيل تبارك وتعالى. فكان ما كان من إعادة لنماذج السلف الصالح رضي الله عنهم في البذل والتضحية في سبيل هذا الدين. فانظر كيف يكون الامر لو كان هذا الجهاد في القدس في سبيل تحرير المسجد الاقصى او استعاده فلسطين المسلوقه المبيعه. لا شك ان اليهود لهم حق في هذا، ان يخافوا فعلا من عوده النداء للجهاد الاسلامي في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا شك ان هذا كائن لا رحاله، ونجزم بذلك تماما كما نجزم بان الشمس يعني سوف تشرق غدا من المشرق. سوف يعود الجهاد في فلسطين اسلاميا رغم ان كل اعداء هذه الدعوة الإسلامية. الشاهد يعني أن المسلم الذي يدفعه الذي يدفع المسلم إلى الجهاد وخوض ساحات القتال في سبيل الله هو الصنع في هذا الثواب، أنه عنده يقين أن ما عند الله خير وأبقى. هو ميت الميت تنوعت الأسباب، لم يمت بالسيف لا كما غيره تنوعت الأسباب والموت واحده. يعلم أيضا أن أنه لن يموت إلا بأجل قد كتبه الله وقدره، كما يقول الشاعر يعني أي يومي من الموت أفره، يوم قدر اليوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرغبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. كما قال بعض الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ناصحا خالد رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحتضر ويموت، قال يعني ما من موضع في بدنه الا فيه طعمه برمح او ضربه بسيف، طعمه برمح او ضربه بسيف، وهؤلاء لا اموت على سريري كما يموت البعير، فلا نامت اهل الزملاء. فمن اجل ذلك من سريرا، هذا هو السر الذي لا يقاه اعداء الاسلام، ان المسلم اذا قتل عدوا من اعداء الله او قتله عدو الله فإن له الثواب الجليل عند الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول رفعة من ذلك. ربما تقاعس الإنسان عن الآية سبيل الله يخشى أن يلقى الله فيعتبره الله بذنوبه، فمهما كانت ذنوبه إذا أقبل على الشهادة في سبيل الله فهو له ضمان وتأمين أن تغفر جميع ذنوبه بأول رفعة تخرج من دمه، أول رفعة تسيل من دمه عندها صلح، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان السيف محاء للخطايا. السيف محاء للخطايا، يمحو هذه الخطايا وتغفر له جميع ذنوبه مع اول دفعه تخرج من دمه. ويرى مقعده من الجنه، يرى مقعده من الجنه، ويجار من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر، ويحلى حليه الايمان، ويزود من الحور العين، ويشفع او يشفع في 70 انسانا من اقاربه. وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه، كفى
بطريقة السلوك على رأس الفتنة، فمن أجل فتنته وامتحانه وابتلاء أثناء الجهاد فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله يشهد إذا نزل في قبره، بخلاف كل مؤمن فإن كل مؤمن يفتن في قبره ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه الضلوع القبر تتشابك كذا من شدة الضغط، فهذه لا ينجو منها أحد، فلو نجا منها أحد لنجا منها كعب بن معاذ ولنجا منها هذا الصبي كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرسه. فالعبرة بالصدق وبالنية، فمن طلب الله عز وجل الشهادة وكان صادقا وجازما بأنه إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله فإنه لن يتقاعس وسيقدم على غزل روحه ومخزته، فإن الله يكافئه بهذه النية فيبلغه منازل الشهداء وإن مات على فرسه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرسه. أيضا من هذه العلامات علامات حسن الخاتمة الموت غازيا في سبيل الله، خرج الرجل يجاهد في سبيل الله وفي الطريق مات في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. خرج في الجهاد وفي أثناء تواجده في الجهاد مات، مات يعني بخروج روحه موت عادي ليس بالقتل يعني. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، نوع من الالتهابات يعني، والغريق شهيد. هذا أخرجه مسلم. أيضا من هذه العلامات الموت للطاعون. عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: لما مات يحيى بن أبي عمرو؟ قلت: للطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري وغيره. منها أيضا الموت بداء البطن، وفيه حديثان. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات في البطن فهو شهيد. يبدو أنه هو الالتهاب بالبريتوني أو شيء. وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان ابن طرد وخالد بن عرفقة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية صدقت: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. أما العلامتان الثامنة والتاسعة فالموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وطاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هذا الحديث متفق عليه. من هذه العلامات أيضا موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال: فما تحول له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم كهذا. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قتل المسلم كهذا، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. يعني المرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني تموت في أثناء الوضع، في أثناء الوضع فيخرج الولد وتموت في أثناء ذلك. هذه شهيدة في سبيل الله، هذه شهيدة يعني لها أجر الشهداء في سبيل الله، وتكافأ يوم القيامة لأن ولدها هذا يجرها بسرره إلى الجنة، سرره الحبل الثري، يجرها بسرره إلى الجنة. أيضا العلامات الحادية عشرة والثانية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب، الموت بالحرق وذات الجنب. وفيه أحاديث أشهرها حديث جابر بن عتيق مرفوعا: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد،
العرف شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدا. أيضا من هذه العلامات وهي الثالثة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. إنسان يهجم عليك يريد أن يغتصب مالك فأنت تدافع وتدفع هذا الطائل فتقتل في حالة الدفاع فأنت شهيد. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا أخرجه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تؤخذ مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا أخرجه مسلم. أما العلامتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة فهي الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. في حديثان قوله صلى الله عليه وسلم في الأول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. أما العلامة السادسة عشرة فهي الموت مرابطا في سبيل الله. منها وفي ذلك حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه. الرباط يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين تواجه الأعداء ويأخذ حارسا لهذه الثغور فهذا هو الرباط. رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. هذا رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. العلامة السابعة عشرة الموت على عمل صالح، أن يموت الإنسان على عمل من الأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن قام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني هذه هي العلامات التي يمكن حصرها، ولعل غيرها أيضا كثير، لكن هذا ما أمكن حصره كما جمعها الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعوها علامات حسن الخاتمة التي استأنس بها على حسن خاتمة ذلك الإنسان. فلما كان الإنسان لا يضمن متى يأتيه أجله فعليه أن يكون مستعدا بالأعمال الصالحة والنوايا الصالحة حتى إذا ما جاء الأجل كان مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. يذكر الدكتور عمر أكبر حفظ الله في كتابه القيامة الصورة أيضا فصلا جيدا يناقش فيه سوء الخاتمة، هذه علامات حسن الخاتمة التي تكلمنا عليها، وما من شك هناك حكايات عظيمة جدا في هذا الباب يختم فيها للإنسان بأعمال صالحة، والقصص كثيرة في ذلك، والعبرة فيما سنحكيه إن شاء الله بصدق الراوي. يعني هذا الأجزاء لا بأس من حكايتها، وإنما العمدة أن يكون الراوي صادقا وحاجيا بصدق، فهذا لا يبعد وقوعه، وأن يكشف الله تبارك وتعالى بعض هذه العلامات فإن في ذلك يعني عبرة ونذيرا من النذر التي يعني تقوم بها الحج على من بلغته. لكن قبل أن نتعرض بعض هذه الوقائع نذكر كما يعني ذكرها الدكتور عمر أكثر أسباب سوء الخاتمة. يقول بعض الذين يظهرون الإسلام ويعملون به يختم لهم والعياذ بالله بخاتمة سيئة، وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حضرهم الموت. وقد تحدث الشيخ الكبير حسن خان رحمه الله عن سوء الخاتمة فقال وله أسباب يجب على المؤمن أن يحترز عنها، ثم ذكر هذه الأسباب فقال منها الفساد في الاعتقاد. يعني أكبر سبب من أسباب سوء الخاتمة أن تكون عقيدة الرجل فاسدة والعياذ بالله، حتى لو كان زاهدا وصالحا مهما كان مجتهدا في العبادة والزهد والورع وكذا، لكن الفساد عنده فساد العقيدة فهذه أعظم الأسباب التي تجلب له
سوء الخاتمة. فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متوكلا له غير ظان غير ظان أنه أخطأ فيه، قد ينكشف له في حال فترات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا الاعتقاد الباطل. يعني ما كان يعتقد أنه حق لا شك فيه ينكشف له عند الموت الحق في هذه العقيدة التي كان لا يصاب فيها، وحينئذ يهتز ذلك الاعتقاد في تصوره حينما ينكشف له. فإن كان عنده اعتقادات أخرى طائرة ربما اهتز فيها أيضا ووقع في الربا والعياذ بالله. ولم يشك أن الربا هناك الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا دخل الإيمان شك ولو لحظة وقبض الإنسان عليها ضاع كل هذا الإيمان. فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته، فإن خروج روحه في هذه الحالة قبل أن يتداول ويعود إلى أصل الإيمان يختم هذه علامة خطأ، يعني يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير الإيمان، يخرج من الدنيا بغير الإيمان. فالعقيدة الفاسدة تنكشف لصاحبها عند الموت، كما يشهد ذلك قوله تبارك وتعالى في حق المسيح عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. على أحد التفسيرات من بعض المفسرين يقول: إلا ليؤمنن به قبل موته، حسب الضمير في موته. فإذا كان الضمير يعود إلى الرجل من أهل الكتاب فيكون معناه يعني قبل أن يموت أي إنسان من أهل الكتاب إلا يعني فإنه حينما يموت ينكشف له بطلان اعتقاده. مثلا إن كان نصرانيا يعبد المسيح والعياذ بالله، فحينما يموت قبل أن يموت وتخرج روحه تنكشف له الحقيقة ويظهر له بطلان ما كان عليه من العقيدة عند موته. نعم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أو التفسير الآخر: إن الهاء تعود للمسيح عليه السلام، يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته حين ينزل من السماء في آخر الزمان ويكون في الأرض، حينئذ يؤمنون به ولا يقبل المسيح حين ذاك إلا الإسلام. يضع الجزية، لا تقبل منهم الجزية، ويعني لا يقبل إلا الإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما تواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكما سبق ان بينا من قبل في مبادرات اخرى ان يعني ان الشيطان يحضر المؤمن عند الموت، وفي الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واعوذ بك ان يتخبط لي الشيطان عند الموت. فياتي الشيطان ايضا ويكون ملبسا له ما هو عليه وحريصا على ان يختم له بسوء ما دام فيه نفس وما دام فيه روح. مما حكي في ترجمة الإمام أحمد أنه عند احتضاره رضي الله عنه كان يقول: لا بعد لا بعد، فأغمي عليه ثم أعتق. فقال له ابنه: يا أبتي إنك قلت كذا وكذا، فماذا سبب ذلك؟ فقال الإمام رحمه الله: قال ذاك الشيطان عرض لك جانب الحجرة يعد أن أمنه ويقول له: يا أحمد فتني، يعني فتني أن أملك وأنت حي يا أحمد الثاني. فكان يجيب الإمام ويقول: لا بعد، يعني ليس بعد، ما دام فيه نفس وفيه روح فأنا قابل لأن أبتلى بك وفتنتك. فلذلك هذا من فقه ويعني وعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول الله تبارك وتعالى: فهؤلاء الذين بسبب فساد العقيدة انحرفهم عن كل ما يعتقدون عند الموت دون ذلك الحق. قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسبون صنعا. فكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه اما نظرا برايه وعقيده او اخذ يعني هذا ممن هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر، ولا ينفعه الزهد والصلاح، وانما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العقائد الدينية لا يعتد بها إلا إذا كانت مأخوذة من الكتاب والسنة. هذا أعظم أسباب سوء الخاتمة، فساد الاعتقاد. السبب الثاني: الإصرار على المعاصي. فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه تلفها، يألف ويكاد قلبه على هذه المعاصي، وجميع ما أنفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات الذي يغلب على القلب. يعني هو المقياس
لحظ الإنسان من الخير أو غيره. فكما يقول بعض الشعراء يقول: فأول شيء فآخر شيء أنت عند كل أجعة، وأول شيء أنت عند هبوبه. يعني يتحدث عن علبة ذكر محبوبه في حالتي النوم واليقظة. وهذا فعل، هذا هو الحقيقة. الإنسان إذا مات فآخر ما يفكر فيه دائما يكون أحب شيء إليه وأكثر شيء يشغل باله وعقله. إن كانت يشغله التجارة، إن كان يشغله المال، إن كان يشغله الدنيا، إن كان يشغله النساء وهكذا، أكبر ما يلتصق بقلبك ويعمر قلبك هو الذي يشغلك في هاتين الحالتين. حالة فراق اليقظة عند بداية النوم، وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبه. كذلك المؤمن إذا استيقظ أول ما يستيقظ في الصباح، فإذا أردت أن يحتمل إيمانه فلينظر ما هو الشيء الذي يسبق إلى قلبه. فأحد شيء إليك هو الذي يقصد إلى ذهنك في هذه اللحظة. إن كان هو ذكر الله فاستيقظ لذكر الله، لقيام الليل، لصلاة الفجر، للدعاء، للعمل والوظيفة، لملاقاة الأصدقاء والأحباب وهكذا. فما يغلب على قلبك يظهر في هاتين اللحظتين. كذلك عند الموت يغلب على قلبك ما عودت هذا القلب أن يدخله وأن يعمره. فمن اعتاد على المعاصي وألف المعاصي وألف الأغاني والتلفزيون والفيديو والممثلين والرياضة والكورة وهكذا، فما يغلب على قلبك وتملأ قلبك به يعني هو الذي يسيطر عليك في هذه اللحظة. حتى رأينا من هؤلاء والعياذ بالله من يوفي، لأنه إذا مات يعني ليس فقط يعني يرتبط بالموسيقى والغناء إلى آخر لحظة، لكن يقول: ادخلوني وضعه معي العود الذي طالما صبرت به عن سبيل الله، ويدخل معه العود الذي كان يعزف به في حياته سنوات طوال. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي. فربما يغلب عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي، فيتقيد قلبه بها وتطير حجابا بينه وبين ربه، وسببا لتقاوته في آخر حياته لقوله لما جاء في الأثر: المعاصي بريد الكفر. والذي لم يرتكب ذنبا أصلا أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر. وأما الذي ارتكب ذنوبا كثيرة حتى كانت أكثر من طاعاته ولم يتب عنها بل كان مصرا عليها، فهذا الخطر في حقه عظيم جدا، إذ قد يكون غلبة الإنس بها سببا لأن يتمثل في قلبه صورتها ويقع منه ميل إليها وتفقد روحه عليها، فيكون سببا لسوء خاتمته. ينتقل إلى الدار الآخرة وكل همه أنه يستكثر من أسباب الحطرة، يستكثر على متاع الدنيا الذي سوف ينفرقه، يستكثر يعني يستحكر لفراق خلانه وأصدقائه ومحبوباته من يعني أعراض الدنيا. يقول: ويعرف ذلك بمثال، وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال الذي ألفها طول عمره، حتى إن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء، والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياطة. إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الإلف. والموت وإن كان فوق النوم ولكن سكراته وما يتقدمه من الغشي قريب من النوم. فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها. وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالثوب. قال الذهبي في الكبائر: قال مجاهد: ما من مجلس يموت إلا مثل له ذلكاؤه الذين كان يجالدهم. فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا الله. قال: شاهد يقول هذه عبارات يستعملها لاعبو الشطرنج. ثم مات فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة التوحيد: شاهد. وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالد نراب الخمر، أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة، فقال له رجل يقول له: قل لا إله إلا الله، يجيبه ويقول: اشرب واسكني. ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعض الناس يتصور أن النطق كلمة الشهادة كلمة لا إله إلا الله سهل سوف يقولها عند الموت. كلا، هذه الحديث يقول: من رزق ظلة هذا رزق وهذا توفيق. لن تكون الحركة إرادية كما هي الآن، حركة الإنسان إرادية، إن أردت أن تتكلم تتكلم، إن أردت أن تسكت تملك لسانك، لكن في هذه اللحظة لا سلطان لك على لسانك، وإنما الموفق من وفقه الله.
والسعيد من أسعده الله تبارك وتعالى ووفقه وأجر لسانه بهذه الكلمة الشريفة أن ينطق بلا إله إلا الله. الإنسان إذا يعني يتذكر إذا أصابه مرض يعني مرض شديد مثلا أو ثقيل كيف أنه أحيانا يكون يريد أن يذكر الله فلا يستطيع من شدة الآياء ومن شدة المرض الذي يصيبه يريد أن يذكر الله ذكر عادي لكنه لا يقوى على ذلك. فكيف عند معاناة سكرات الموت التي قال فيها أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله إلا لموت سكرات، ويضع يده في الماء ثم يضع على جبهته ويقول اللهم أعني على سكرات الموت، فكيف يفعل من دون سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا الشك أن هذا ليس في طاقة الإنسان. فبعض الناس تسوق وتقول ساعتها أقول إلى الله أدخل الجنة، يمليه الشيطان ويغره، ولكنه إذا تفكر وقع حقيقة الأمر ليس الأمر بيدك لكن الأمر بحسب ما غلب على قلبك من قبله. يقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا الكتاب مما ينبغي أن يهتم به الإخوة اهتماما شديدا جدا، فهو من الكتب الأساسية في النصيحة للمسلمين يعني للفرار من الذنوب والمعاصي إلى الله تبارك وتعالى. النفع رحمه الله جوابا على سؤال وجه إليه يقول فيه ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية أو علم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد انتهت في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أبتونا مأذورين رحمته الله تعالى. وإن الإنسان لا يهبط هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال، لماذا؟ لأنه بهذا السؤال سن سنة الحسنة، وكان بسبب سؤاله أن ألف الإمام القيم هذا الكتاب المبارك النافع المفيد، فينتفع به إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فننصح الإخوة جميعا أن يهتموا جدا بهذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ومن فتنة هذا السائل أنه لم يحدد داء معينا، فمثل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أن يوسع الدواء ويتكلم في كل احتمال من أمراض القلب أو الجوارح التي يعاني منها هي السائل، فجاء الجواب مفيدا ويسمى أيضا الداء والدواء. الشاهد يذكر ابن القيم رحمه الله من آفات وعقوبات المعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. نعم. ثم قال رحمه الله هذا وكم أمر أسوأ من ذلك وأدهى منه أمر، وهو أن يكونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم ممن كان يترك على نفسه في المعاصي ولا يتوب حتى حضر الموت قيل له قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقولها. سبحان الله، يمسك لسانه بكل هذه الجملة وما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، يحال بينه وبينه سبحان الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بعض الناس تفهم حيل بينهم وبين ما يشتهون من الطعام والشراب والشهوات، حيل بينهم وبين ما يشتهون من الفائدة والرجوع إلى الدنيا والاستدراك. حتى أيضا وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال شاه رخ، هذه نظرة أحجار من أحجار الشطرنج لأنه كان في حياته مفتونا بجارة الشطرنج. ثم فقال يقول له قل لا اله الا الله قال شاه رخ انا مكه ثم قضى ومات. وقيل الاخر قل لا اله الا الله فقال يا رب قائله يوما وقد تعبت كيف الطريق الى حمام من جاري، يعني قال قل لا اله الا الله ينشد هذا البيت من الشأن والعياذ بالله ثم قضى. قصه هذا الامر انه يعني ان هذا الرجل اراد سوءا بامراه فسألته على طريق، قالت له كيف الطريق إلى حمام من جاري، فدلها على مكان ثم دخلت هذا المكان فأغلق عليها الباب فصلت المرأة لما يريده فخدعته، قالت له دعني أتهيأ وأحضر أشياء وكذا وأعود إليك، فخرج ففرت منه المرأة وسلمت من هواه. فكان يهيم في الطرقات ينشد هذا الشعر متحسرا على أنه تركها تخدعه وتفر منه، فكان يمشي في الطرقات ويقول يا رب قائلة يوما وقد صعبت كيف الطريق إلى حمام من جاري. فأجاب حتى بعض الشعراء قالوا يعني كنت هل جعلت كفلا على الباب أو شيء من هذا. الشاهد أنه عند احتضاره كان يقال له قل لا إله إلا الله
فكان يأتي فكان على لسانه هذا البيت فيجيبهم بقوله يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جاري ثم خضع وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهري بالغناء جعل يغني بدل من الغناء والموسيقى غلبت على حياته فجعل يغني ويقول فاتنا في الفنا حتى خضع وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله فكان يجيب ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها والعياذ بالله وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها وقيل لآخر ذلك والعياذ بالله فقال هو كافر بما تقول وقضى وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها والعياذ بالله يقول ابن القيم وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته رجل متسول كان يدمن أن يسأل الناس ويقول فل لله أو لله فل فل يعني جزء من الدماغ أو الذرائع وهذا يقول وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فل لله فل لله حتى قضى وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتجر وهو عنده وجعلوا يلقن له لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة هذا مشترى جيد هذه سنة حتى قضى يقول سبحان الله كان شاهد الناس من هذا عبرا فالذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وأبصر لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه صغار قلبه ونفسه بما هو فيه من الم النزع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته هو في حسب حيث صار والشيطان في اشد حالات القوه والحث على اضلاله وحكم عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فان ذلك اخر العمل فاقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت واضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم من ذلك فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلبه من الله فبعيد من قلبه من الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه أثير لشهواته ولسانه يابس من ذكره وجوارحه معطلة عن طاعته مشتغلة بمعصيته بعيد أن يوفقه الله للخاتمة الحسنى ولقد حقع خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون هل هم أيهم بذلك بعيد من منهم يزعم أن عنده ضمان وتوقيع وقف من الله تبارك وتعالى فيه الضمان له لأنه يكون من أصحاب الجنان يقول كما قيل يا آمنا مع فتح الكان منه أهل أتاك توقيع توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه حرقت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه هذا وأعجب شيء فيك زهدك فيه دار البقاء بعيش فوق تتركه من استفيه إذا بالله أنت أم المغبون في البيع غبيا سوف تدركه يذكر الشيخ زكي حسن الخان من أسباب سوء الخاتمة العزول عن الاستقامة فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته فمن سلك الطريق ثم أعرض فالإعراض بعد الإسلام ما من شك أنه من علامات الخذلان والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن الإنسان لا يئس من رحم الله ما دام يعني الإنسان يرى أن يعني حسناته تسره وسيئته تسوءه فيعني ابقي غصنك ما دامت فيه رسومة، إذا المجال فيه حياة في قلبه، تمام؟ إذا فرقت حسناتك وسأبقى أنت مؤمن، فما دام الإنسان يشعر بعدم الرضا عن نفسه وتسوءه السيئة وارتكبها وتسره وتصرحه الحسنة إذا فعلها إذا هذا الإنسان فيه أمل وفيه مطمع في أن يعود إلى الاستقامة بل إلى أعظم مما كان. فلا يخلط الإنسان من رحمة الله ومن روح الله تبارك وتعالى. لكن الإعراض بعد الإخفاء
امر ليس بالعجل، فانه يبتلى بموت القلب في هذا الحال. اخر اعمال ينبغي، لانك اذا عرضت على الله فهل الى خير من الله؟ كنت مسير على طريق الله، تكره التلفزيون وتكره الموسيقى وتكره الاغاني وتكره كل ما يبغيك عن الله، ثم تحيد عن هذا الطريق بعد ذلك، فالى خير من الله؟ من فضلك فكر بالشمس. خير من الله؟ كنت ماشيا على طريق الله، تكره التلفزيون وتكره الموسيقى وتكره الاغاني وتكره كل ما يرغبك عن الله، ثم تحيد عن هذا الطريق بعد ذلك، فالى خير من الله؟ ولست شيء احسن ما عند الله، ولست سوى الرياضه والكره والشطرنج واللهو واللعب افضل مما وجدته في الكتاب وفي السنه وفي سير الصالحين. فهذا ابليس كان في ابتدائه رئيس الملائكه ومعلمهم واشدهم اجتهادا في العباده، ثم لما امر بالسجود لادم ابى واستكبر وكان من الكافرين، وكذا العام ابن باعور الذي اتاه الله اياته فانسلخ في اخياره الى الارض واتبع هواه وكان من الغاوين، وكان رقيق العابد الذي قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فان الشيطان اغراه على الكفر فلما كفر تبرا منه مخافه ان يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك، كما قال تعالى فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ومنها يعني من اسباب سوء الخاتمه ضعف الايمان، فان كان في ايمانه ضعف يضعف حب الله تعالى فيه ويقوي حب الدنيا في قلبه ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى الا من حيث حديث النفس، بحيث لا يظهر له اثره في مخالفه النفس، ولا يؤثر في الكف عن المعاصي ولا في الحث على الطاعات، فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات فتتراكم ظلمات الذنوب على القلوب، فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الايمان مع ضعفه، فاذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى انه يفارق الدنيا وهي محبوبه له، وحبه غالب عليه، حبه اياها غالب عليه، لا يريد تركها ويتالم من فراقها، ويرى ذلك منه الله تعالى، فيخشى ان يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل حبه. وهذا الحال هو مفارقة الدنيا، يكره مفارقة الدنيا، الإنسان يكره مفارقة محبوبه، فإذا أقبل على الله هو لا يحب الله في هذه الحالة، يغلب عليه ما أحبه من الدنيا، فيخشى عليه أيضا أنه يعني إذا أيقن للقاء الله يبغض لقاء الله، ففي هذه الحالة والعياذ بالله يقع في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. فإذا خرجت روحه في هذه الحالة، حالة هذه الخطرة بأنه يبغض لقاء الله، يعني يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا. وما في شك ان السبب في هذا هو حب الدنيا والركون اليها والفرح بها مع ضعف الايمان الموجب لضعف حب الله تبارك وتعالى. فاذا خرجت روحه في تلك الحاله يكون راس قلبه منكوسا الى الدنيا ووجهه مصروفا اليها، ويحصل بينه وبين ربه حجاب. حكي ان سليمان بن عبد الملك لما دخل المدينه حاجا قال هل بها رجل أدرك عزة من الصحابة؟ قالوا نعم أبو حازم، فأرسل إليه، فلما أتاه قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال صدق. ثم قال أنت شعري ما لنا عند الله تعالى؟ قال اعرض عملك على كتاب الله. قال فأين أجده؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. قال يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله، وأما المسيء فكالهابط يقدم على مولاه. العبد الهارب هنا يعني يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاؤه، ثم قال أوصني. قال إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. ثم نذكر بعض يعني هذه الحوادث التي حكيت ممن حضر بعض الناس عند موتهم. يقول الشيخ أبو عبد الله بن عبد الله السعدان في كتابه تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان، يقول اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصالح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله. يعني الإنسان يجمع بين صلاح الظاهر والباطن لا يعلم عنه
سوء خاتمة والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له كتاب في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيقتلبه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن كلمه ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. وقد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضى، وربما أضاق إليه جورا في وصيته، ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر، فمنهم من كفر ومنهم من اعترض وتسخط، نعوذ بالله من الخذلان. ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت مثل البدعة والنفاق والكذب ونحو ذلك من الصفات المذمومة. وسوء الخاتمة على رتبتين إحداهما أعظم، وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند فترات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم. الثانية دونها، وهي أن يتسخط الأقدار أو يتكلم بالاعتراض أو يجور في وصيته أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. يقول: وسأذكر لك بعض الحوادث الدالة على سوء الخاتمة لعل النفس تعتبر بحال من مضى من مصارع القوم، فإن في ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من ذلك ما حكاه يعني من أخوان تؤكد مشاهدة وسماع عذاب القبر وإن كان ذلك. نذكر بعضها لكن نذكركم قبل أن نذكر هذا البعض في قصة سبق أن تلوناها من قبل، لكن رأيت التذكرة بها التذكرة فيها لعل فيها زجرا لكثير من الناس الذين يتساهلون في هذا الأمر، وهو أمر الجلود عاكفين يعني كالعباد الخاشعين المتمثلين أمام هذا الصنم الذي ملأ البيوت التلفزيون على هذا الأمر، ثم شقيقه الأخفى وهو الفيديو الذي يدخل الآن بيوت المسلمين أو دخل في الفعل في كثير من هذه البيوت ويكون من الناس به شدة شديدة. هذه القصة نحكيها بعض الشيوخ في كتاب له عن السائلين، قصة السائلين. يقول: شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام، فما هي تفاصيل القصة؟ يحكي الشيخ نفسه، وهذا القصة ذكرها الشيخ صالح المالك في موعظة له في المسجد نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه أن هذا هو الشخص الذي حكى إليه هذه القصة. يقول: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفازا، فجاءني فضربني بقدمه ضربة شدت أسرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي. قال الشيخ: وكنت أرى هذا التلفاز في بيته وكأنه كلب أسود لا يعلم الله، يعني في المنام رأى البيت في كلب أسود هو هذا التلفاز. قال: فاتخذت من نومي مرعورا واستعنت بالله من الشيطان الرجيم وعدت إلى نومي، فجعلني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى، وقال لي: قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أكون، ولكني تفاقلت وعدت إلى نومي، فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين، وقال لي: يا فلان قم اذهب إلى أهلي وقل لهم يطلقونني مما أنا فيه خلقك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت أن الأمر حقيقة، فلما قميت التراويح من ذلك اليوم ذهبت إلى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت إلى بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير، ينظرون إلى هذا الإله الجديد صنم، فجلست فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت؟ فليس هذا من عادتك. قال: فقلت لهم: جئت لأسألكم سؤالا، لو جاءكم مخبر فأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا: لا.
ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم فانفجروا جميعا بالبكاء، وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفاز وكسره تكسيرا أمام الجميع معلما التوبة، ولكن القصة لم تنتهي بعد. قال الشيخ فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي خلطك الله كما خلطتني. هذه عبرة لمن يعترف، يعني الإنسان لو أنه يعني أتى ببترول أو بنزين وكتبوا على أولاده وأحرقهم هذا أهون من أن يجلسهم أمام أسفق الفساق يعلم لهم فضول الفساد ويفقدون عقائدهم ويقطعون عليهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فالحقيقة نحن نتمنى اليوم الذي يهرس جميع المسلمين إلى بيوتهم ويكونون هذا الجهاد ويكسرونه على أكوان السلامة، هذا هو المكان الوحيد الذي يأتيه، ويطهر الناس بيوتهم من هذا الصنم الجديد الذي يفسد عليهم دينهم ويفسد عليهم أيضا دنياهم، كما ربما تأتي فرصة أخرى نتكلم بالتفصيل إن شاء الله فيه. أما ما وقع من علامات سوء الخاتمة في عهد السلف الصالح فكثير من العلماء يذكرون أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يطلع بعض عبيده على شيء من هذا فإنه هذا يقع في الفعل. يقول الشيخ الإسلام قد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب. وقال ابن رجب رحمه الله قد أطلع الله من شأن عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أخبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه الأخبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراق. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تباكنوا لدعوت الله أن يتبعكم من عذاب القبر الذي أسمع منكم. لولا أن لا تباكنوا لأنكم لو سمعتم عذاب القبر وكشف لكم الشجاب لن تبتلوا موتاكم اشتاقا عليهم، فلولا أن لا تباكنوا لدعوت الله أن يتبعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غابت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير في زعمهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فدعا بعصيب الغطف فشقه باثنين ثم ورد على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استفتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضرداد، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا والذي نفسي بيده إن السملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تفدها المخاتم لتشتعل عليه نارا، الغل من الغريب. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال هذا شيء كنت قد أصبته فقال عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فرفعوه وقالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فرغبوا به من أوى إلى الكفار، فما لبث أن قتم الله عنقه فيهم فحقروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها
ثم عاد فحضر له سواريه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة فكاد أن تبكي الركبة فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يعني قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. أما ما وقع في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات تدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله هي كثيرة، فبعضهم يظهر عليه ذلك عند ابتداء المرض، يظهر عليه التسخط والاعتراض على قضاء الله والعياذ بالله، ومنهم ما يظهر عليه عند اختباره بحيث يتلفظ بكلام يغضب الله تعالى أو يحال بينه وبين كلمة التوحيد، وربما يظهر بعض ذلك عند بعض الناس عند تغييره كالتغير في اللون ونحو ذلك، ومنهم من تظهر هذه العلامات عند إنزاله ودخوله في القبر، والبعض الآخر بعد دفنه في القبر كما حصل لهذا المنبوذ بعدما دفن نبذته الأرض فأبت أن يستقر فيها، نعوذ بالله من ذلك كله. أما ما كان من الأول والثاني، يقول شيخ تحدثني أبو عبد الرحمن اليماني رجل صالح أحسبه كذلك والله حسيبه وهو جار لي أنه لقن رجلا ساعة لاختبار شهادة أن لا إله إلا الله، يقول فكان الرجل هو يقول له قل لا إله إلا الله فنعوذ بالله، كان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم وكأنه يقول لي ما لن أقولها. يقول حدث ذلك لي مرتين. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى حدثني أبو الحسن ابن أحمد الفقيه قال نزل الموت برجل كان عندنا فقيل له استغفر الله فقال ما أريد، فقيل له قل لا إله إلا الله فقال ما أقول ثم مات. يقول وسمعت أن رجلا كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الألم فاختتن فسمعته يقول لقد قلبني في أنواع البلاء فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري عليه والعياذ بالله. ثم كان يقول وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى إن كان موتا فيجوز، أما هذا التعذيب فأي شيء المقصود به والعياذ بالله. وسمعت شخصا آخر يقول وقد اشتد به الألم ونستغفر الله في كلامه يقول ربي والعياذ بالله يظلمني، هذه حالة من لم ينعم الله عليه بالتوفيق والثبات وإلا في الهلاك. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ولقد رأيت بعض الحساب يعني محاسب يعني كان يعد الفلوس والحسابات، ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب. وقال ابن القيم رحمه الله أخبر الرجل كما حكيناها آنفا عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة هذه على قدرك هذه مشتراها فخير يساوي كذا وكذا حتى مات. والحكايات في هذا كثيرة جدا كما يقول الإمام المقيم يعني فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مذهولا بغيره في حال حياته وصحته فيعثر عليه استعانه بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة، كما قال إخواني لمثل هذا اليوم تعبه، لمثل هذا اليوم تعبه لأن الاستعداد إلى تعالى قلبك الذكرى فيعني يفق وتسهل عليك هذه الكلمة في أحوج لحظة أنت محتاج إليها فيها، بل إن من أجمل الذكرى وحافظ عليه يعني أعلم بعض الناس كان يغلب على ذكر حتى وهو نائم كان يسمع صوته وهو يذكر الله تبارك وتعالى، فمن أجمل الذكرى غلب عليه الذكر وكان قريبا من الله تبارك وتعالى. فإذا كانت كلمة لا إله إلا الله في تلك اللحظة أو كتب له والعياذ بالله بالسوء شقي تقاوة الألم، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري وأشركه في أمري، كل هذا لماذا؟ سيل قدحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولولا أن الذكر محتاج لمعونة لما قال عليه الصلاة والسلام أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما ما ظهر عند التغفيل فكثير أيضا، يقول الشيخ القحطاني في محاضرة له إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد، وبعضهم يقبض يده اليمنى، وبعضهم يدخل يده في فرجه،
وبعضهم تشم رائحة السواء تخرج من فرجه، وبعضهم تسمع كأن أصياخا من نار قد أدخلت في فرجه. يقول: ولقد جاء لمجد فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك أبيض البشرة. فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا، فقلت: هذا المجد لكم؟ قال: نعم. قلت: أنت أبوه؟ قال: نعم. قلت: ما شأن هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل كان لا يصلي. فقلت له: خذ ميتك فاغسله. يقول: لقد حدثني عدد ممن يغسلون الموتى من مناطق مختلفة عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من هذه العلامات. طبعا إذا حضر الإنسان ميتا ورأى شيء من هذه العلامات، يعني ينبغي أن ألا ينشرها إذا كانت علامات سيئة، لا ينشرها، يذكر على ذلك الميت. مثل أن يحكي لكن دون أن يعلم الشخص ودون أن يفهم الناس كان المقصود. لذلك يستحقون أن يكون التغسيل رجل صالح أخي، لأنه إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى شرا كفره. يعني أنت معنى أنا نحكي هذه الأشياء أن الإنسان يحضر تغسيل الشخص ويخرج فيحكي يقول رأيته منه كذا وكذا من علامات السوء، لكن إذا رأى شرا يذكره وإذا رأى خيرا ينشره. أما إذا حكى في بعض المجالس بالترتير بدون ما يعين وبدون أن يفهم منه بأي قرينة من هو هذا الشخص، فلا بأس في ذلك العبرة. يقول: من ذلك أن الرجل الذي يليق على الخير يبدو وكأنه نائم، أما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه الفزع وخوف الموت مع تغير في وجهه. يقول: بعضهم يخرج منه مثل الزفت الأسود، فبعضهم مثل ماء الحناء، وبعضهم يخرج من فمه يعني أشياء ورائحة كريهة مع أن الجثة لا تزال طرية. يقول أحدهم: غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، وفي أثناء التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه، فلما انتهيت من التغسيل إذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. قال: وميت آخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجها نحو كتفه الأيسر، فكلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى، حتى لما وضعته في قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى. يقول: وحدثني مغسل آخر أنه غسل رجلا وكان لونه مصفرا، فلما فرغ من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل، فقلت له: أسود مثل لحيتي؟ قال: أسود كالفحم. قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ بالله. قال: هذا كان معي، وأشار إلى صاحبه، فقلت له: أرأيت ذلك؟ قال: نعم. قلت: هل تغير لون جسمه؟ قال: لا، وجهه فقط. فحدثني مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم يغسلون ميتا، فرأيت وجهه مسودا كأنه طرف مخترق، وجسمه أصفر ومنظره مخيفا. ثم جاء بعض أهله لينظروا إليه، فلما رأوه على تلك الصورة فروا هاربين خوفا منه. أما ما رأى عند الإنزال في القبر والعياذ بالله، فحدثني أحد المغسلين فقال: غسلت عددا كبيرا من الموتى لسنين طويلة، وأذكر أني وجهت أكثر من 100 ميت نحو القبلة، ولكنهم كلهم صرفت وجوههم عن القبلة. وحدثني مغسل آخر قال: عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة فرأيت وجهه قد تحول إلى أسفل وأدخل أنفه في التراب، ثم وجهته إلى القبلة ووضعت تحت رأسه ترابا، ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب، ثم وضعت رملا أكثر في هذه المرة حتى لا يعود، ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب، ولم أزل معه حتى تكرر الأمر 5 مرات، فلما يئست منه تركته وأغلقت القبر. وقال الشيخ القحطاني: خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر، فكنا قد قبرنا رجلا، وكان الطين عالقا في يدي، فأردت أن أغسلها، إذ جاءت جنازة، فقال أحدهم وكانوا في حدود 50 رجلا: بالله عليك أن تساعدنا في قبر هذا الرجل، فوالله لا نحسن القبر، يعني الدفن. فتللت الرجل من جهة الرجلين وكان ثقيلا، فأعلني عليه بعضهم فوضعته في القبر، وتركت لمنة أضعها تحت رأسه، وقد حللت الأربطة، فنظرت فإلى برأس هذا الميت قد تحول عياذا بالله من القبلة هكذا، فحول الشيخ رأسه، فكنت برد هذا الميت إلى القبلة، وأخذت اللمنة الثانية، ولكني في هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا، وأنفه وفمه يكبان الدم الأحمر القاني، فداخلني الخوف والوجل حتى لم تستطع رجلاي أن تحملاني داخل القبر، وقد رأى معي 2 أو 3 هذا المشهد الغريب الخطير، ثم أعطوني اللبنة الثالثة، فوجدت أنه تحول في المرة الثالثة، فتركته وهربت من القبر نهائيا.
فقام الذين كانوا معي وتولوا عملية الدفن فرجموه بالتراب ولم يغلقوا اللحظة من شدة الخوف. ثم صرت أرى هذا الميت في المنام سبعا أو ثمان مرات حتى فكم الله قلبي إلى أخره. قال وميت آخر أنزلته في قبره فكانت تخرج رائحة الدخان والتعميرة الشيشة وكأن شخصا قد أشعل دخانا أو تعميرة في القبر. وكل من كان معي كان يشم هذه الرائحة تخرج من ذلك الكفن وقد تحور عن القبلة كله. وقال ابن أبي الدنيا حدثني رجل أنه ماتت له ابنة فأنزلها القبر فذهب يصلح نبلة فإذا هي قد حولت عن القبر عن القبلة. قال فأتممت لذلك رما شديدا فرأيتها في النوم فقالت عامة من حولي من أهل القبور محولون على القبلة. قال كأنها تريد الذين ماتوا على الكبائر. يحكي القصيدة أيضا حادثة يقول أخبرني صاحبي صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري رحمه الله أن يوفي بعض الولاة بالقسطنطينية فحفر له فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء داخل القبر فهادوا أن يدخلوا فيه فحفروا له قبرا آخر. فلما أرادوا أن يدخلوا إذا بتلك الحية فيه فحفروا له قبرا آخر فإذا بتلك الحية فلم يزالوا يحفرون له نحو من 30 قبرا وإذا بتلك الحية فتعرض له في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه. فلما أعياهم ذلك سألوا ماذا يصنعون فقيل لهم ادفنوه معها نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أن وراءها من علامات بعد الدفن. فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحضاني أنه خرج من داره بعد العصر بآمر إلى بستان. قال فلما كان قبل غروب الشمس فاتت الحضور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه. فجعلت أنكف علي وأقول أنا ابن أنا أم يقظان. ثم التفت إلى سور المدينة فقلت والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاش قد توفي ذلك المجد. مكاش يعني الذي يأخذ الضرائب والقطع الطريق. قال وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن مكاش السلمي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدقة. قال جاء رجل إلى سوق الحبابين ببغداد فباع مسامير صغارا المسمار برأسين فأخذهما الحجاج وجعل يحمي عليها فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها. فطلب البائع فولده فقال من أين لك هذه المسامير؟ يعني خلاصة الكلام يقول في الصبي لقد أخبرني بعض أصحابي أنه سمع صوت جر السلسلة في قبره. فقال أبو محمد عبد الحق حدثني الفقيه أبو الحسن ابن مرجان وكان من أهل العلم والعمل رحمه الله أنهم دخلوا ميتا بقريتهم من شرق الدورية. فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم. فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة. كذلك فعلت مرة بعد أخرى. قال أبو الحسن رحمه الله فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. والله عز وجل أعلم بما كان من أمر ذلك المجد. يقول وحدثني رجل فقال مات رجل في بلادنا اسمه محمد يزعم أنه مسلم ولكنه لا يصلي ويتعامل بالردى وأكثر من تبع جنازته من اليهود. فلما دخلوه وابتعدوا عن القبر مسافة 10 أمتار تقريبا إذا بانفجار يحدث داخل القبر ثم خرجت نار تتأجج من القبر. فقلت لا وألك هذا ذلك. قال لا ولكني لما سمعت الذي حدث ذهبت إلى الذين حضروا المشهد فسألتهم عن ذلك فكلهم حدثوني بهذا. وحدثني أحد المغسلين فقال لكنا ميتا ذات مرة بعد صلاة العشاء فلما نمت إذا برجل يأتيني في المنام فيسرق في وجهي ويقول قم أدرك الميت الذي دفنته فإنهم يسحبونه إلى القبر. فقمت فزعا من نومي فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم ثم قمت وسميت ما كتب الله لي ثم عدت الى فراشي فعاد مره اخرى فقمت فزعا ولم استطع بعدها ان انام. فلما افتحت ذهبت الى المقبره ووقفت على قبر ذلك المجد فاذا اثر سحب فوق القبر من راس المجد الى خارج القبر مسافه 5 أمتار والقبر على حاله لا يظهر عليه اثار قبر ولا غيره. أعوذ بالله من سوء الختام
ونسأله سبحانه الكبرى في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.